لا مو معقول اللي صار، كيف اجا ميت لهون؟ يلا هربوا، يلا هربوا يا جماعة. يلا مفكرين حالكم رجال؟ برأيي لا تقولوا عن حالكم رجال بعد اليوم. انتو ما بتخجلوا على حالكم لما تهاجموا بنات؟ الرجال الحقيقيين ما بيتقوا على الأضعف منهم. ما في مشكلة، اليوم المرأة اجت لحتى تتحداكم وتفرجيكم شو هي القوة الحقيقية. يلا تفكروا ترجعوا لهون. عن جد أنا بتشكرك كتير. ميت؟ ميت؟ أكيد لا، أنا مان ميت.